مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو اللي صراحة أمور صادمة بشكل كبير، مشاهدينا الكرام، السادة الأساتذة لهم الحق في الاحتجاج طبقا لما يخول الدستور. بطبيعة الحال نتواجد الآن أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أساتذة النضال ديالهم وتيقولوا بأنه غادي نباتوا هنا. موضوع النقاش، السؤال المطروح في الموضوع هو العنوان الأهم هو الحوار. فينا هو الحوار مع الوزارة؟ دور الوزارة، دور الحكومة ودور النقابات. لو تم حوار جاد في الموضوع ما كان ليكون الوضع بهذه الطريقة، لأنه في خدم الموضوع كاد المعلم أن يكون رسولا. هاد الأساتذة هناك من الطبيعي جدا غيكون اصطدام عندهم مع رجال الأمن، لرجال الأمن لهم دور مهم في حفظ السلامة ديال الناس، وكذلك احنا على مقربة من الطريق اللي خصهم يشرفوا بطبيعة الحال أنه السيارات تمر، غادي يكون نوع من الاصطدام. هذا نوع من الاصطدام علاش ما تفادوش كوزارة؟ وهذا هو السؤال. لو تم حوار، لو تم تفعيل حوار فعال في الموضوع غادي يكون النقاش والحوار غادي يوصل للهدف. أين هي مكامن الخلل أو الاختلاف في الرأي حول متطلبات السادة الأساتذة وكذلك دور الحكومة والوزارة في الموضوع، حتى لا يقع ما يقع الآن في حد ذاتهم رجال الأمن قايمين بالواجب، خصهم بطبيعة الحال يشرفوا على الأمن والسلامة، وفي نفس الوقت هاد رجال الأمن كلهم كانوا في التعليم وكلهم قراوا، وهذا نموذج من الأساتذة. ألا يخجل أي شخص تصادم أو اصطدام بين رجل أمن وبين أستاذ؟ كما تبعتوا معنا في السوشيال ميديا نقاش حاد كان بين رجل أمن مع احد الاساتذه، علاش ما نتفاداوش هذه الامور؟ يكون عندنا حوار جاد، يكون بمنهجيه محكمه، بجدول اعمال ناخذ فيه المعطيات الاساتذه، ما يمكن معالجته الان، ما هو في قيد التهيئ وبطرق ممنهجه حتى لا نقع في هذا الوضع. هادو شباب لهم طموح مغاربه قراو كيطالبوا في النقاش ديالهم موضوع التعاقد، منهجيه الوزاره، الحوار ديالها مع جميع المتدخلين في الموضوع، لانه هذا في حد ذاته استاذ هو مغربي وذاك الشرطي مغربي، ما يكونش واحد الاصطدام اللي كينتج عنده امور اخرى كنوليو في الاخر في القضاء. هناك اساتذه معتقلين اسباب ومسببات الواقعه كطبيعة الحال كتكون طرف النيابه العامه في الموضوع، علاش ما نتفاداوش؟ انا اناقش الملف بشق انساني واجتماعي. السيد الوزير، الحكومة بجميع الهياكل ديالها، أنتم منتخبين، يجب تقديم إضافة نوعية تميزوا بها عن الغير في حكومة السابقة حتى لا نقع اليوم فيما نقع فيه الآن. شيء مؤسف ومخجل أن ترى اصطدام بين أستاذ وبين شرطي اللي تهو تبع المسار ديال التمدرس ديالو، من أصعب الأشياء. وهذا هو النقاش. شيئا ما دور النقابة في الموضوع علامة استفهام. مشاهدينا الكرام، السادة الأساتذة وقفة احتجاجية كانت صعيد، غادي يبقاو اليوم وكما كيقولوا غادي نقدروا نباتوا هنا كما شفتوا معنا في التصريحات. موضوع النقاش والحكومة في خبر كان. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيثيات القضية. أنا ناقشت الملف بشكل مختصر في الشق الاجتماعي والإنساني، وهي بلورة الموضوع بطريقة ممنهجة فيها حوار، والحوار من الطبيعي جدا أنه كيكون الناتج ديالو هو الإفادة، هو اتفاق بحلول ترضي جميع الأطراف، ترضي الحكومة، ترضي الشعب، وترضي السادة الأساتذة اللي لهم مسار طويل في التعليم. من الطبيعي جدا انه يطلب الحقوق والواجبات. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.